صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بتكونوا كلكم بخير. النهارده اليوم الثالث في الحجر الصحي، والنهارده اخر يوم لرحمه معايا، وبعد كده هتروح بيتها. انا متضايقه جدا، يعني متضايقه جدا جدا جدا. فللمناسبه ديت قررنا ان احنا نفطر بيتزا. طبعا الحاجات دي تقيله بس مش مهم، يعني احنا بعد كده هنلعب رياضه يعني، وهنعمل حاجات كتير حلوه، فخليكم معانا في بدايه اليوم. الفيلم النهارده فيلم التركي، كل يوم فيلم الحمد لله يعني. وده فيلم النهارده يا جماعه. دلوقتي رحمة هتعمل لنا الكرك عشان بقى ناكل الحاجة الحلوة اللي احنا عملناها امبارح. طيب لو مش عارفين الحاجة الحلوة اللي احنا عملناها امبارح ايه، هحط لكم الفيديو في الديسكريبشن عشان تشوفوا الحاجة الحلوة، وخليكم معانا دلوقتي احنا بنعمل دلوقتي شاي الكرك. اتفضلي يا رحمة. طيب معانا حليب وسكر وحبهان وشاي وميه. اول حاجه نحط كوبايتين ميه وكوبايه حليب وثلاث معالق سكر حسب الرغبه ومعلقه شاي وخمس ملح حبهان. بس دلوقتي هنشوف مع بعض طريقه التحضير. تمام، دلوقتي احنا هنعمل في ديت وولعنا النار. الكوبايه اللي احنا هنشرب فيها لازم نعرف كوبايات، جبنا ميه سخنه عشان نسهل الموضوع. بعد كده حليب، وبعد كده هنحط معلقتين شاي. وبعد كده هنحط الحبهان، بس أول حاجة لازم نفتحه ونطلع اللي جواه عشان ميبقاش مفرو. نحط خمسة. تمام، دلوقتي احنا المفروض نحط خمسة، لو حطيت واحدة وبعدين نحط الباقي. تمام، نستنى شوية ونسيب يغلي مع بعض وبعد كده نحط الحليب. هو اللي حابب يزود يعني حبهان قشطة، مش مشاكل. اه نسيب السكر. استنى نحط ايه؟ ثلاث معالق سكر. لازم توقعي. ماشي. هنقلبهم مع بعض. الحلة دي وقتها علينا، هنسيبه 3 دقايق يغلي وبعد كده نحط الحليب. دلوقتي هو خلاص غلى، احنا سيبناه 3 دقايق. ايوه، هنحط في الحليب. هنحط بقى كوباية. واو، هنسيبه بقى يغلي. ريحته تحفة قوي. شوية دلوقتي هو خلاص غلى، دلوقتي هناخده بقى ونحطه في البراد. دلوقتي بقى نحطه في البراد الكيوت ده. هو تحرقيني. طلع شوية، طلع شوية بالطريقة. شوف الجمال. احنا كده خلصناه، ودلوقتي هنجيب بقى الحاجة حلوة ونخش جوه. دلوقتي عملنا الصفرة الجميلة. كوارث. ايوه الحمد لله. الله، يلا بقى ندوق. مع الكيك تحفة. انت حاسة ان السكر قليل صح؟ انا حاسة ان مفيش سكر خالص، بس انا عادي. السكر حلو بس انا حباه حباه. انا كارك جربته قبل كده وما ظبطش مني، اول مرة اعمله بيطلع حلو. طبعا لو رحمه، لو انت هتعمليه يعني من غير ما تاخدي جنبيه حاجه حلوه هتلاقيه نفسك نزهات شويه. لا هتلاقي نفسك حاطه سكر. طب قولي لي بقى رحمه، احنا المفروض نعمل ايه في ايام في الايام الجميله دي؟ نتفرج على افلام تركي وناكل بالناس. ده اللي احنا بقى لنا 3 ايام بنعمله، ايه تاني؟ مش احسن من كده. وبقالنا 3 ايام ما بنعملش حاجة غير ان احنا خلاص هغيرلك ونتفرج على فيلم تركي، وبعدين نعمل الاكل نفطر يعني، وبعد كده نعمل اكل الغدا، وبعدين بس، وبعدين ننام. احنا بننام بدري على فكرة. خلاص هجيب لك افلام اجنبي بعد كده.
جيب لك احلام ايه؟ نورتي المحكمة رحمة بجد يعني. رحمة انت احسن ناس في الرومانسية والدراما والحاجات ديت تركي. رحمة انت ما بتاكليش ليه؟ مش عاجباكي؟ حلوة اوي. حلوة رحمة ماشية النهاردة، انا هعمل بقى ايه من غيرك الفترة الجاية؟ مين اللي هيترجم لي؟ دي الاهم. انا من الناس اللي ما بحبش اتفرج على افلام مترجمه. انا كل من الناس، كل الناس تقعد تقول لي افلام مدبلجه ايه دوت، ولازم احس ان هو مش حقيقيين يعني. انا بحبها يا ستي، انا شخص بتشتت من اقل حاجه، فانا مش هقعد اركز في القرايه وبعدين اركز في الاحداث، فبالنسبه لي عمليه صعبه بالنسبه لي. هو انا ممكن الايام اللي انا كنت بتفرج فيها مع رحمه بدات شويه القط الاحداث والقط شويه كلام، يعني اقدر اركز في الاثنين مع بعض. بس طبعا الفيلم ما يخلاش غير ان انا اقول هو بيقول ايه يا رحمه، هو قصده ايه، انا ما فهمتش كده يعني. البنت يعني بتصوت مني يعني. انا هجيب مني ترجم لي يا رحمه. بس كل الافلام اللي حفرناها حلو. وبعدين انا يعني احطها لكم، اي فيلم نتفرج عليه احطه لكم وكده اهوت في الديسكريبشن، قولي في التعليقات عشان بكره لما اصور فيديو ابقى عارفه واحط لكم كل الافلام. احنا غالبا اتفرجنا على كام فيلم؟ اتفرجنا على 3 افلام. اكتر كام وصلنا اخرنا قد النهارده بتاع الفيلم فقط انت. فقط انا ايوه فقط انت. فقط انت تمام. كل شيء بسبب الحب. والعنسان دوت ولا لا مش عارف. العروس المخمليه ايوه. وبتاع النهارده والخطيب والحلو. لا خطير ولطيف. ده النهارده اسمه كل شيء بسبب الحب. ايه ده 4 افلام؟ 4 افلام. انا اتفرجت على 4 افلام مترجمين مش مدبلجين. لا 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 لا. لسه انا اتفرج على فيلم مدبلج بس نويت لي خلاص بقى كفايه. اتخنقت يعني خلاص يا جماعه. بجد الفيلم ده حزين جدا. حزين قوي قوي قوي. ما علي. انا حظها مدبلج وحزين يعني. شكلي اتفرج عليه بكره. حزين قوي. مين يعني؟ بس انا وجعني. بس انا عايزه اقول حاجه، انا بدات احفظ كام كلمه تركي، يعني اني يعني امي ايوه قزم يعني ابنتي لا يعني ايه يوك 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 يعني لا او مش عارفه يعني ايه او نعم يعني ايه ايفن او افندم او افندم. وفي تشكرات طبعا دي عارفينها، وفي تمام 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 أيوه. وفي الله الله توبة 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 وامان وامان امان ايوه نيه يعني بس ماذا؟ 4 افلام لقطت كم كلمة وايه؟ نيه نيه يعني ايه؟ يعني لماذا؟ نيه طب طفل يعني ايه؟ صوص هو باين صوص يعني مية صوص يعني مية؟ مية يعني صوص؟ أو بيقول اسكت يعني نت إيه؟ صوص يعني اخرس؟ أيوه مية إيه يا رحمة؟ لا 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 صوص يعني مية والله؟ نيتال يعني كفاية خلاص نيتال طفل يعني شجرك 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 ما علينا مش عارفين خلاص مش مهم. وأنا بان بان و بيم يعني سيدة سيدتي او بيم؟ سيدي بيم لا خدت بالي في كلام كده هو احنا بنقوله عادي غير تشكرات وتمام ويعني ولكن لكن بيقولها زي ما هي لكن يعني لا لا يا جماعة انا بعد كده هتعلم تركي. والفكرة ان هم بيعرفوا يجمعوا ما بين الرومانسية وما بين الدراما. ويعني بتفكرني بالافلام الخليجية المسلسلات قصدي الخليجية. انا لما بكون مكتئبة وعايزة اكتئب بزيادة اتفرج على مسلسلات خليجي دراما يعني كده ايه سمعنا.
ما هي كلها دراما بقى وعيط وحاجات غريبة كده. التركي بقى لقيت الاتنين، لقيت ان انا ممكن في الفيلم الواحد ممكن يكون فيه رومانسية، ممكن يكون فيه هزار وضحك وكده يعني، ولازم يكون فيه نكد، قصدي يعني دراما. طب ايه احسن فيلم الاربعة؟ احسن فيلم عجبك؟ احسن فيلم بس عجبني معلق معايا اللي هو بتاعت انت لي ولا انا ليك، حاجه كده، فقد انت، فقد انا، فقد انت، فقد انت، اللي هي كان بنوته اللي هي كفيفه، كفيفه ايوه. والفيلم بتاع امبارح اللي هو لطيف وخطير، الخطير ولطيف، الخطير ده عجبني قوي. عجبك الاربعه كلهم شكلي؟ لا لا لا، بس بتاع النهارده عجبني بس مش قوي. هي صراحه التلاته الاولين عجبني عشان حضرتك كنت بتلعبي واحد من فرقك بنت. لا بس صراحة يا احمد انا ما تأثرتش الا بالتلاتة دول يعني، واكتر حد عجبني اللي هو يعني اكتر اتنين عجبوني اللي هو اللطيف والخطير واللي هو العروسة المخملية دي، كان عاجبني جدا يعني. ده بصي كان فيه فاني كده وما عيطتش فيه، هو كله فاني. فعجبني جدا على فكرة، ده الفيلم الوحيد اللي ما عيطتش فيه ابدا. ايوه يعني كله لا وبتاع النهارده برضه ما عيطتش فيه. انا كل فيلم لازم اقعد اصح واعيط اعيط. يا دنيا عايزه تاني؟ خلاص دي الاول، يلا عشان السيد عشان امشي كده قدامي. خلاص بقى كل الاوقات الحلوه بتروح، فاحنا دلوقتي هتقوم تلبس عشان تنزل، وبعدين بقى ايه نكمل مع بعض. طيب انا هنا اهوت هكون خلصت الفلوج بتاع النهارده. بعد ما رحمه نزلت ما عملتش حاجه، كنت زعلانه جدا عشان هي نزلت. انا من الناس اللي ما بحبش اقعد كتير لوحدي، بس جات لي مكالمه لطيفه من صاحبتي انا نتكلم شويه مع بعض، ودلوقتي انا بستعد للنوم وباكل زبادي بالقرفة والتفاح يا من نسلة. هي طعمها غريب بس حلو يعني، عجباني. بس كده هوت، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيه عشان يوصلكم كل حاجة جديدة. باي باي.